استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الإيمان، موضوع هذه الكلمة في هذا اليوم الطيب المبارك حول قسوة القلب، القلوب القاسية أو القلب القاسي. ربما الموضوع له صلة وقرابة بالموضوع السابق، ألا وهو الرحمة، فقدان الرحمة والتراحم بين المسلمين. أيها الإخوة في الإيمان، إن الناظر والمتأمل في أحوال المسلمين، أي في أحوالنا جميعا وفي أنفسنا وفي تعاملنا مع الله وتعاملنا مع الآخرين، يجد قصورا بينا وخللا ظاهرا يظهر في المظاهر الآتية. ما ركى الإنسان الحاذق ذو اللسان الفصيح ذو القلب البصير المتبصر ألقى نظرة فيما يدور ويوجد من حوله، إلقى نظرة للمجتمع من إتف الإنسان، إتف الجفاء غمن يزغن ذي العلاقات جارم سرم ذو ماس، جفاء في علاقة المسلم بربه، جفاء في علاقة المسلم مع وبنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الجفاء، هذا القصور، هذا الخلل الظاهر البين له أسباب. مم العلاقة النغ يعني ليس الجفاء والزغنت، يعني واش صفارح ممشي جوم سلمة كاربين واش صفارح العلاقة النغ النبي صلى الله عليه وسلم سنة النص وصفارح حتى العلاقة وين جاران غيم سلم بعضنا مع بعض لا تثلج صدر أحد من المؤمنين. من يغص أسباب قدر الأسباب ذي المظاهر، من تجلى منايا، من ظهر منايا. أولا العلاقة الجافة، ظهر أن المسلم ولو صلى الفريضة ولو صلى النفل ولو أقام الليل جيت كمري تزجى لا يشعر بالخشوع. إن ذي الجار خارعات الصلاة ومشان سدوين وإذ مدينك
أغلبية المسلمين أن يتزجى تبارك الله والنوافل وقيام الليل، ومع ذلك ما ليس صادق شيني والو الخشوع. عدم من يتجلى العلاقة الشافة باللي خلل بين ظاهر نغم جاران غدار بالنبي وين جاران، عدم التأثر والتباكي عند تلاوة القرآن. صارت الدموع شحيحة، يدور بنادم يوزر وخا غاض خاص غاض القرآن يكمل يتسرياز، ولو القارئ أو المقرئ يجيد القراءة ولو الصوت شجي يلج القلوب، ومع ذلك يمسر من واهل يشتروا القرآن واترونك القرآن نشترون بمشان مغنية. عدم التورع عن الشبهات في المعاملات، نتزجى يمسر من تبارك الله نتزمى نعم رجالا ونساء، ولكن ذي العلقة النغ جار مصر من ذوماس ذي شبهات ابن ادم يخصها يسبلي اني شبهة او اني لا تجوز او العمل اني غير مقبول الزيس يقع فيه عمدا متعمدا. ذي تجلى ان الانسان غان خلل ذي المعاملات وذي العبادات، الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين. نعود كذلك نزمة تبارك الله، ولكن مرة يمسن من يتزجى نزمة رجالا ونساء إغر وغر تكتفى نس الحقوق نسنوها لا إلا ونوا يفنشا الرحمة تكاد تختفي من بين المسلمين. انت تقرم مدا ومضجم ونعجن في الغير نعدو خمي غنسري الاذان انا حان صدق يمسر من الجفاء وسوء الظن بين الاخوان، العلاقة الجافة يصغن بنادم يتعكس حتى ديار السلام تحية الاسلام خوما شومار تستقصح ويزم هاد نهزنين شيشن ما راين غايخ في النص هادي ارفع فوس وفوس لا لا اصل له للدين دين الاسلام، ارفع فوس لا اصل له الاسلام ديني السلام عليكم ورحمة الله. اذا العلماء تسأل شوي بنادم مرقد طوموبيل نغي يقوج يرفع فوس، ولكن اما اذا سيت سريع يقاي سوا السلام عليكم، اما فوس مو لا اصل له وغاسقع المعنى ذي الاعراب ولا ذي اللغه يمانا يا انتشر يعدو دخاكي تقاسها والسمين قصديني. ثم العياذ بالله خميت اكواتهم سرم اولى يعني وغاص العياذ بالله قاع ثاني تقع وتمزي تغير وزند اتعوض تحية الاسلام اسم ناربي السلام عليكم ايدي توين البركة ذا الرحمة والمغفرة سكلام اعداء الاسلام الإنسان يحار والله إلا يحار. وصدق من قال ذي الأثر كفى بالمرء أو بأمة ذلة أن يرغب عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم. انتشار القطيعة بين الأسر فاميليات ووحمروة وإشاهوة تيو تشماتين مرشنت ثلاث شهر توضح غاثا ومرشنت تشني وين دي هدا ذو مثل وهو يقدروا وهو يتحغى ويمرش سيحن جان دوين او يمرش يعني المصيبة دي هدا وجاء الاسار ارمت زاد جان وقد يكون المسجد قج المسجد قج الصف
ولكن واو تجي مخوا واو يرحموا والسيمانس تسلق سوايا العياذ بالله مورون بل ران على قلوبهم. الران اخي عبار القران تيزف روكس خطاس المسائل تستاذن ماش غير كدي تيزف تيزفت مرا خور ماشي صغير العياذ بالله. إذن أيها المسلمون مما يدل على انتشار من يمر إذننا هذه الأعمال المصائب مر من يدمر ويقبل الإسلام مما يدل من يدل على انتشار مرض خطير وهو قسوة القلب. لو أن القلب ماشي قاسي